شير اتيديون تيتيديون بونجور. هاد لا فيديو ان شاء الله هي كماله ديال لا فيديو بريسيدونت. اليوم ان شاء الله غادي ندويو على لا ليزون اسيد فوسفوريك اي اوز. بيان سور هاد لي ليزون هادو لي تنديروهم باش نعرفو التركيبه النهائيه اللي كتعطينا سكون ابل ان نيكليوتيد اللي قلنا كيتكون من ثلاثه ديال المكونات اللي هما قاعده ازوتيه سكر او اوز او الحامض الفوسفوري. داكوغ الوغ اليوم ان شاء الله غادي ندويو على لا ليزون اللي كتجمع ما بين لاسيد فوسفوريك او الحمض الفوسفوري وبين السكر. دونك هاد ليزون اسيد فوسفوريك اوز اي ساجي دون ليزون استر. هي علاقه يعني ديال الاستر. كيفاش il y a une élimination d'une molécule d'eau entre un OH de l'acide phosphorique et le H de la fonction d'alcool situé en 5 prime d'olose. D'accord. Donc هاد ليزون كيفاش كتوقع؟ كيكون عندنا عاوتاني اون اليمناسيون ديال جزيئات الماء. كيفاش؟ كيكون عندنا ما بين او اش ديال الاسيد فوسفوريك، لان الى شفتوا في الفيديو السابقه فاش كندوي على النيكليوتيد قلنا بان الاسيد فوسفوريك او الحمض الفوسفوري تحتوي على ثلاثه ديال لي فونكسيون اسيد، وقلنا بان جوج منهم تيدخلوا في التركيبات ديال الادين او لا ليغين. دونك اول فونكسيون اسيد اللي هي او اش غادي تمشي لينا مع لا فورماسيون ديال ليزون اسيد فوسفوريك اي اوز. داكوغ. دونك او اش ديال الحمض الفوسفوري H3PO4 او اش اللي كاينه في لا فونكسيون الكول اللي كاينه في 5 بريم ديال لوز، يعني خامس ذرات الكربون. فوالا باش نشوفوها مزيان. دونك هذا هو الحمض الفوسفوري وهذا هو اللوز او السكر. هذا لو ديزوكسيريبوز اللي عندنا هنا في المثال. دونك 5 بريم يعني خامس ذره في الكربون كان كيمشي ليها اش. داكوغ. وهنايا H3PO4 كتمشي منه او اش. دونك كتكون عندنا اليميناسيون ديال جزيئات الماء وتكوين يعني اون ليازون ما بين هذا الحمض الفوسفوري وما بين لوز. داكوغ. دونك هاد الصوره هذه يعني كتجمع اولا كتختصر كتختزل جميع دوك الفيديوهات اللي كانوا سابقين حيت بديناهم في لانيكليوتيد. قلنا بان تتكون من دي باز يعني من قاعده ازوتيه، قواعد ازوتيه سواء يكونوا بيوريك او لا بيريميديك. داكا فاش كتكون عندنا ليزون باز اوز يعني باز ازوتي قاعده ازوتيه زائد سكر، فاش كنقولوا ان عندنا النيكليوزيد فورماسيون ديال النيكليوزيد. فاش كيجي الحمض الفوسفوري وكيتزاد على هاد العمليه يعني كتكون لا ليازون كيف قلنا بين او اش ان اسيد اون فونكسيون اسيد ديال الحمض الفوسفوري مع اش اللي كاين في خامس ذرات الكربون، ديك الساعه كتكون عندنا النيكليوتيد لان جمع التركيبات المكونات الاساسيه الثلاثه اللي كتعطينا النيكليوتيد اللي هي قاعده ازوتيه وعندنا سكر وعندنا حمض فوسفوري. داكوغ. فاش كيتزاد حامض فوسفوري اخر كيولي عندنا نيوكليوتيد، عفوا انا راه ماشي نيوكليوزيد، نيوكليوتيد دي فوسفات لان عندنا جوج ديال الاحماض الفوسفوريه. وفاش كيتزاد عاود ثالث حمض فوسفوري كيولي عندنا عاود ان نيوكليوتيد تري فوسفات. داكوغ. دونك وصلنا لنهايه الفيديو ديالنا. الى عندكم اسئله كيف ما كنقول ديما يعني ما ترددوش انكم بوزي فو كيسيون، اي كيسيون كيف ما بغات تكون مرحبا. تنشكركم حيت كتبعوا الفيديوهات ديالي ونطلب منكم انكم تبارطاجيوهم باش يوصلوا لاكبر عدد ممكن تاع الناس وتعم الفائده. وكذلك ما تنساوش انكم تابوناو لاشين ديالي وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد اللي كيتعلق بلاشين ديال بيولوجي يونيفرسيتير. اي جو دي ا بيانتو.